ما هو الميثاق الذي بيننا وبين الكفار الذي دلت عليه الآية؟ العهد، الميثاق هو العهد الذي يبرمه ولي الأمر مع الكفار، يعقد معهم الهدنة فيصيرون معاهدين، هذا هو الميثاق. أو الأمان، إذا دخل الكافر في بلاد المسلمين بأمان من ولي الأمر أو من أحد المسلمين، فأيضا الأمان هذا ميثاق. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فالعهد والأمان هما الميثاق. نعم.